السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في المطبخ ريندا. نتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال أنتم والحباب ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا حساء لذيذ وشهي وسهل في التحضير ديالو. لهذا الغرض غادي نحتاجوا 3 ديال الحبات كبار ديال البصل مقطع، 4 ديال الحبات ديال البطاطس، وشوية ديال البروكولي على حساب الذوق على حساب الرغبة، 2 معالق كبار ديال الزبدة، كاس كبير ديال الحليب، ونص سيترو ديال الماء. أول حاجة كنبداو بها كنديرو طنجرة ديالنا كتسخن على البوطة، كنديرو فيها الزبدة تذوب، ومن بعد كنضيفو عليها البصل باش كيتشحر كلشي دقة واحدة. تنحركو البصل ديالنا في الزبدة باش يتشحر مزيان، وفي هاد الأثناء كنبداو نقطعو البطاطس قطع عشوائية كبيرة ولا صغيرة، يمكن لكم تقسموها فقط على 4 يعني اللي حبيتو. كنقطعو الكمية ديالنا كاملة وكنضيفوها من بعد على البصل، كنخليو كلشي كيتشحر. وعاوتاني في هاد الأثناء كنقطعو البروكولي ديالنا، يمكن لكم تحتفظوا به بحال هكاك على شكل ديك الشجيرات، اولا يمكن لكم تقطعوه كذلك اللي حبيتو. انا هنا كنحتفظ حتى بهذاك الجذر ديالو اللي كيكونوا خارجين منه دوك الشجيرات، لان حتى هو كيجي لذيذ وتا هو بيان سور كيتوفر على الفوائد الصحيه والفيتامينات اللي كاينه في البروكولي. دونك الخضيره ديالنا ها هي ضفناها كامله في الكوكوت، غنضيفو عليها كأس الحليب بارد ماشي ضروري يكون سخون، وغادي نضيفو نص سيترو ديال الماء. اولا باش نشرح لكم كتر، هنا الحساء اللي حنا كنوجدو هو فلوتي ديال الخضر، يعني الحساء كيخصو يجي عقد وخاتر وثقيل، لهذا فما كيخصناش نكثروا الماء، والماء كيخصو نورمالمون ما يفوتش المستوى ديال الخضر اللي حنا دايرين. كنضيفوا الملح والابزار وكنسدوا على الطنجره ديالنا وكنخليوها هكا طيب. وبطبيعه الحال ما نساوش بان الماء راه قليل، نخليوها لمده قليله اولا كل شويه نمشيو نحركوا نتاكدوا بان الخضره ديالنا راه ما نشفاتش من الماء. في هذا الاثناء غادي نحضر قطع الدجاج اللي غادي نضيفها في الحساء ديالي باش غادي نسم به. دونك درنا معلقه ديال الزبده في المقله تشحرات، نضيف عليها شويه ديال الدجاج على حساب نتوما شحال بغيتو في المقدار، زدت عليه شويه ديال البزار مليحه ومعلقه كبيره ديال المعدنوس ماشي القزبر، درت المعدنوس لانه كيتواتى بشكل جيد مع الدجاج. هنا استمريت في التحريك حتى طاب الدجاج ديالي وخدا واحد اللون ذهبي يعني مع الثوم، كنعتذر ما عرفتش واش ذكرتو قبيله ولا لا، درت حتى الثوم. هنا من بعد ما طابت لا سوب اولا الخضر خليتهم كيرتاحوا شي شويه يعني حتى بردوا، ومن بعد طحنتها في هذاك الماء ديالها يعني كفاني جا هو هذاك وعطاني هذاك القوام اللي كنت باغا. من بعد كنحطوها على نار مهيله وكنضيفوا عليها قطع الدجاج اللي شحرنا مسبقا، غنحركوها مزيان باش تندمج العناصر كامله، ومن بعد كنضيف 2 معالق كبار ديال معدنوس. غنحركو مزيان لان في هذا الاثناء الشوربه ديالي كتكون عاقده وخاطره وديك قطع الدجاج كتهبط لتحت، دونك نحاولوا نردوا البال ونحركوا مزيان. حبيت نسم الشوربه ديالي بشويه ديال الفرماج احمر حكيته، وغادي نضيفو في التالي نخليه جهد اللي كيذوب وكنطفي على الحساء ديالي وتيكون وجد. يمكن لكم تعوضوه يا اما بالقشده الطريه السائله، اولا يمكن لكم تضيفوا الفرماج مثلث
كطحنوه مع الخضره فاش تكونوا كطحنوها في الخلاط الكهربائي حتى هو تيجي لذيذ 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 جدا. هنا تقريبا الحساء ديال وجد، غنطفي ليه وغنتلاقاو في صحن التقديم. الشوربه ديالنا ها هي وجدات، خاترة بنينة وعقدة، لون فيها رائع، بالصحة والعافية. وكنأكد لكم بأنها جات بنينة، في انتظار أنكم تجربوها بنفسكم وتكتشفوا هذه المسألة بنفسكم. إذا حبيتوا الفيديو راكم عارفين شنو خصكم ديروا. إلى اللقاء، مع السلامة.